سامح صلاح فرج معوض. عنده كم سنة؟ 26 سنة. متجوز؟ أي متجوز معاه بنت. قد إيه أولاد إيه؟ عنده سنتين. سافر بلد إيه؟ 17. كان شغال عامل وطبعا قاعد 17 وطبعا هو قال هاجي على العيد وهو جاي اتخطف في السكة في ست. طبعا في جماعة هناك زملاته رن علينا قال ده سامح اتخطف في الطريق. طبعا رحنا السفارة قال احنا نشوفه شغالين وطبعا وقال احنا نشوف الموضوع ده وهنجيب ولادنا. طبعا جينا بعد 3 ايام واحد السكن خطفوا 13 تاني ورحنا مع بعض لان دخلنا عند السفير عبد العاطي قال احنا دول ولادنا وباذن الله شغالين وعملنا انقاذ هناك وعملنا جماعه هناك بنلبس عليهم وانتوا روحوا وتعيشوا الهم. روحنا طبعا وقعدنا ومفيش سنة اي حاجه. روحنا جينا عادي عملنا صوره قال لك 72 ساعه طالبين مطالبات لما عملنا المطالبات دي هنموتهم 72 ساعه. طب رحنا السفاره تاني عملنا هناك مظاهرات وبتاع طلبنا حق السيسي وعملنا مظاهرات. طبعا ما فيش حد رد علينا تاني. راح المقر البابا طبعا قال لك هتقابل رئيس الوزراء. روح عند رئيس الوزراء قال لك انتوا تعيشوا الهم احنا شغالين ودي ولادنا وهنجيبهم. قال بس كل واحد شهيد هيعمل له كل شهر 2200. انا اول ما سمعنا 2200 دول قلنا اولادنا ماتوا. قال لا عم ماتوش. قال لا عم اولادنا ماتوا. قال لا عم ماتوش هم باذن الله يوم الحد هيجوا. المهم قلت ايه خلاص روحنا رحنا المقر البابا جينا رئيس الوقاف وجينا المحافظه علمانيا. المحافظه علمانيا دي يعني من ساعه اللي حصل دوا ما سالش فينا غير الساعه دي. ونذكر شهاده الرئيس السيسي اللي هو اللي جاب معانا بالواجب ونذكر رئيس الوزراء ونذكر الجهات الامن كلهم ما خلوش على حاجه يعني شغالين معانا كلهم. كان ايه شعورك بالطلب؟ شعوري صعب صعب صعب. تقول له جاك في السنه هو راح للمسيح. جرجي صلاح اخو الشهيد سامح صلاح. عنده كم سنه؟ عنده 26 سنه. مسافر بلد ايه؟ بقاله حوالي 9 اشهر. اخر مره كلمك امتى؟ اخر مره كلمته كان يوم 28/12 يوم ما كان نازل. قال لي انا دبشت نفسي وجبت حاجتي وحملت على الميكروباص وهتحرك بكره الصبح. وهو جاي فاتمسك في الطريق فال13 اللي هم اختطفوا بعديهم هم اللي كلموني فقالوا ده اخوك اختطف بعد ساعة بعد ما ركبوا بساعة. وبعديها بعد 3 ايام اختطفوا ال13 التانيين بس واخبارهم اتقطعت على كده ومعرفناش عنهم اي حاجة لحد ما الخبر ده وصلنا. اقول له ربنا ينيح نفسك واحنا فخورين بيك فخورين بيك ونشكر ربنا ان هو ثبتهم في ايمانهم وما خلوهمش ضعفوا قدام هؤلاء الكفره. وبقول للكفره برضك انتوا حطيتوا نفسكم مكان ربنا تكونوا انتوا عشان تحاسبوا الناس بس نحن نشكر برضك المسيح ان هو ثبتهم في ايمانهم ودول شهداء وهنفضل فخورين بيهم وهنشفع بيهم طول حياتنا. أنا مريم مرشد سامح أبو صلاح. أنا بشكر ربنا أنا مش زعلانة
أنا بجد يعني أنا عرفت مسيحيتي ليه، جزء مش شهيد، جزء ما مشي في حادثة. أشكر ربنا وربنا يخلي لي بنتي ويحافظ علي، وأشكر ربنا لأنه فعلا ده أنا من ساعة ما خدته هو بيحكي لي عن ربنا، بيحكي لي عن المعجزات، بيحكي لي عن كل حاجة، فأنا جربت منه وحبته. وهو الفراق صعب فعلا وهيفضل صعب لغاية آخر في عمري، لكن أنا مش زعلانة، ده احنا بنفتخر بمسيحياتنا أصلا. الحاجة دي بتخلي كل واحد مسيحي يفتخر بمسيحيته. هو السيد المسيح الصلب واتجلد وتعذب وشاف مرار الدنيا عشان احنا، احنا مش هنستاهل ربعه، مش هنستاهل نقطة من الدم اللي نزل منه. لا طبعا لازم نستاهل، لازم نستحمل، دي مسؤوليتنا، مسؤوليتنا ان احنا كمسيحيين نجب بإيمان قوي، نجب بإيمان قوي. ويا ريت احنا نموت موتتهم اللي هي موتوها دي، ده مش موت اصلا، ده مش موت، ده استشهاد، ده استشهاد. قعدوا 15 يوم متعذبين، 15 يوم ما بيلوش برقة مية، مية كده ما كانش بيبل ريقهم. ربنا كان عطاهم الإيمان، ربنا عشان عايزهم، لكن ربنا فعلا فعلا كان عايزهم في الوقت ده وعايزين يقفوا زي الأسود كده، وربنا عايزهم يصعدوا للسماء. وأنا مش زعلانة ولا عمري هزعل، أنا عمري الشهيد، هو أنا هستاهل؟ وربنا مش بيسيب حد، وإحنا كمسيحيين إحنا قوا، إحنا مش زعلانين ولا حزن عشان قاعدين في بيتنا ولابسين أصبر يبقى خلاص. لا طبعا، ده احنا بنفتخر، ده انا هطلع واروح هنا واروح هنا، ده انا مرت الشهيد، هو انا استاهل؟ انا ما كنتش استاهلش. عملوا كده في قلوب ايه بقى؟ ربنا ربنا يجزيهم. الوقت هم الدنيا كلها عرفت اتذبحوا، ما حدش قال اه، ما حدش فرفر، ما حدش حرك دراعه، ما يلو ما يلو، قوموا يقوموا. كانوا واثقين، كانوا شايفين ربنا، كانوا شايفين يسوع المسيح. اتذبحوا ما حدش قال اه، قال يسوع المسيح اقبلنا عندنا، بقي شهيد في السماء، بقي لنا شفيع. وبنشكر داعش ان هي ورت العالم كله يعني ايه نصارى، اللي بيعمل فينا حاجه بنشكره، بنشكر وبنشكر الرئيس وبنشكر ربنا وبنشكر السيسي اللي قبل ما يعزينا خطرنا. سامح ومتجوز معاه بنت صغيرة، أقول لك الله يرحمك يا حبيبي، والله يخليك يا حبيبي وتستقبلنا يا ضنايا. قبل ما يجي بيومين قعد يجي ساعة يكلم فيا وقال لي صلي لي يا أمي، صلي لي أنا مروح يا أمي، آخر يوم في ليبيا يا أمي، أنا آخر ليلة في ليبيا يا أمي، وأنا نازل لك يا أمي، واشتقت عليك وقاوي. جاي في السكة يا أمي، ويوم ما وبعد ما قبل ما يذبحوك حس قلبي يا ضنايا وحسيت بك، وهم ما يجوا عندك حسيت بك، وسكت ادعي لك وشوفتك يا حبيبي، وشفت دمك يا كبد وانت عايم في الأمية يا حبيبي، وما قدرتش أحوشك يا أخويا، وما قدرتش أحلق عليك حبيبي. نشكر ربنا يا حبيبي برضه بقد قديس، برضه ما روحتش في حاجة وحشة يا حبيبي، ونشكر ربنا ونشكر المسيح اللي خدك عنده واستقبلنا يا سامح، ونشكر السيسي ونشكر ربنا ونشكر الناس كلها، وإن ما شكرناش وهم الله يسامحهم ويقويهم برضه، مش هندعي عليهم أبدا، هيقويهم برضه وربنا ما يديهم القوة، وزي بعض وياخد لك تركة ربنا يا ضنايا، وياخد لك حقك الله يا حبيبي، وربنا كبير يا كبدي.